30 يوم غد الجمعة. وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، كما كان في استقبال ملك البحرين الأمين العام أيضا لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما نشاهد قبل قليل أعزائي المشاهدين وصول ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة للمشاركة في القمة العربية، وفي مقدمة مستقبليه الآن أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان. إذن قبل قليل وصل ملك البحرين ويترأس وفد بلاده المشارك في قمة جدة ليوم الغد، وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان. تأتي هذه القمة وسط تطلعات عربية كبيرة، حيث يتوافد قادة وزعماء الدول العربية من مساء اليوم إلى مدينة جدة، وهي مقر عقد القمة العربية في دورتها العادية 32، والتي ستحتضن القمة ظهر غد الجمعة، وتشهد مدينة جدة مساء اليوم وغد الجمعة ربما لقاءات جانبية على هامش القمة العربية تجمع عددا من قادة وزعماء الدول العربية، حيث تأتي استضافة المملكة للقمة العربية امتدادا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وأيضا تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر، وأيضا تنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا الملفات الساخنة والشائكة في منطقتنا العربية، وآخر ملف ربما وأزمة هي أزمة السودان. ومع وصول ملك مملكة البحرين نذهب إلى